يشرفني أن أتواجد معكم اليوم لحضور مراسم فتح الخط الجوي بين الجزائر وجوهانسبورغ الذي يأتي تجسيداً لأهداف السلطات العمومية في توسيع شبكة النقل الجوي وتنشيط الملاحة الجوية نحو الدول العالم. يتزامن هذا التدشين الرسمي للخط الجوي مع إفريقيا الجنوبية مع مشاركتي كممثل شخصي لسيد رئيس الجمهورية في منتدى البريكس الذي يندرج في إطار الدورة 15 لقمة البريكس المنعقدة في المدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا من 21 إلى 24 أوت، والذي سيجمع قادة الدول الخمس الأعضاء في هذا التجمع وكذا رؤساء الدول والحكومات ل 67 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأسيا ومنطقة الكاريب، وكذلك قادة المنظمات الدولية والإقليمية. إن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى تعكس الاهتمام الكبير الأعلى للسلطات للمساهمة في التفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة من أجل إصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات المتعددة الأبعاد. يجدر التنويه أن دعوة الجزائر من قبل جنوب إفريقيا لمشاركة في هذا الحدث تبين العلاقة العميقة والتاريخية التي تربط بين البلدين. سيدات وسادة الحضور، أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن الجزائر لن تدخر جهدا من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية مع كل المناطق العالم الصاعدة بما فيها استحداث والتكثيف الرحلات الجوية. لهذه الغاية ستتسم مرافقة القطاع المالية المجهودات المبذولة في سبيل تعزيز الأسطول الجوي الجزائري من خلال تسخير كل الإمكانيات والموارد المالية التي تم رصدها وتخصيصها لاقتناء واستئجار طائرات جديدة. كما لا يفوتني أن أعرب عن استعدادنا الدائم لدعم كل الجهود التنمية أو للتنمية وتطوير النقل الجوي من خلال تقديم كل التسهيلات والمرافقة الدائمة في هذا الشأن.